بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض بتقابل معاكم تاني والله ان شاء الله. والنهارده زي ما اتعودنا كده الخميس بتاع الكويشن اند انسر بتاع اسئلتكم اللي اتسالت. يعني النهارده كده في كمان شويه ان احنا هنجاوب على ثلاث اسئله كانت من الاسئله دي. اول سؤال كان الكرونيك تيليجين فلوفيوم، وتاني سؤال كان اللي هو how to deal with a case of angioedema، والسؤال التالت كان بنت اوف resistant plantar root. اول سؤال اللي هو الكرونيك تيليجين فلوفيوم ده مهم قوي لان بنقابلها في البراكتس كتير، ودينا العين بيقع يعني شكوى يعني ايه شكوى. واذا العيانه ما اشتكتش منها يبقى هتشتكي منها في اخر ما تخلص الكشف قبل ما تشوف. واذا نفسها ما اشتكتش منها اللي جايه معاها تشتكي منها. المهم هتلاقي تطلع يعني اي كشف لازم يبقى فيه هير فولينج. واغلب مش في العياده كمان، انت لو رحت اي مصلحه حكوميه مثلا وعرفوا لا قدر الله لا سمح الله يعني دكتور جلديه او دكتور جلديه تطلع شكاوى الجلديه ما تعرفش تيجي منين. اللي عندها بقى تساقط في الشعر، واللي عندها مش عارف نمش طلع والكلام ده كله، وانتوا عارفين ومجربين الحكايه دي الايه المأساة بتاعه الجلديه. فاحنا طبعا الهير فولينج دي مهم. لنا في جات لك العياده واحد يقول لك الشعر بيقع، قالت لك انا شعري بيقع يعني فير فولينج دايما تعمل اكزامينيشن كده بيبقى في عندك حاجتين كبار قوي هما في دماغك، تو كاتيجوريز كبار قوي بيمثلوا معظم الحاجات بتاعه الهير فولينج في الفيميل، اللي هو التليجن والحاجه الثانيه اللي هو الفيميل باترن هير لوس او اللي كانوا بيقولوا عليها زمان اندروجينيتك الوبيشن. تمام. فطبعا بشويه اسئله وبالفحص طبعا وبالدرموسكوب زي ما زمايلنا دكتوره رانيا ودكتوره ياسمين متفضلين الاثنين درموسكوب بقدر اعرف. بس دايما بتاع الليجن افلوفيوم دي تيجي تقول لك انا شعري بيقع كميات كبيره. يعني ايه يعني ايه بيقع بكميات كبيره؟ يعني وهي بتسرح، وهي بتاخد شاور، تغسله، ممكن تقول لك ده بيقع، ممكن يقول لك وانا ماشي في الشقه الاقي في الشقه كميات شعر واقعه كتير، تلاقيها جايبه وهي جايه معاها شويه شعر. دي على طول بتبقى يعني بنسبه كبيره جدا دي حاله تيليجن افلوفي. في مرة ما تلاقيش الشكوى، لكن ما بتشتكيش ان في هير فولينج كبير كميات كبيره او الوصف اللي احنا قلناه. بس خلي بالك بتاع الحاله فرضا انت فحصتها وشور انها في ميل باترن هير، بس خلينا نقوم معاها تيليجن فلوفي. المهم احنا بنتكلم على الحاله اللي هي لو فرضا انها كلاسيك هي دي في ميل باترن ولا تيليجن فلوفي، انها تيليجن فلوفي زي ما قلنا من الهيستوري. طبعا بتكمل بالفحص الكلينيكال والدرموسكوبيك ايفالويشن اذا كان معاك درموسكوب قاس الحاله تيليجن فلوفي. تاني خطوه قبل ما ابدا افكر طب هعالجها ازاي، طب هعمل ايه، ممكن اكتبها، طب في اكتب لوشن، طب اكتب امبولز، طب اعمل اجرب بي ار بي، كل الحاجات دي بتدور في تشوف الحاله بتاعت الهير فولينج. قبل ده بس كله معلش والنبي اعرف بس هي الحاله دي بقالها قد ايه؟ يعني الهير فولينج ده بقاله مده قد ايه؟ بقاله مده اقل من 6 شهور ولا اكتر من 6 شهور؟ لان لو اقل من 6 شهور دي بتسميها اكيوت تيليجن افلوفيوم، 6 شهور بقت اسمها كرونيك تيليجن افلوفيوم. تمام. فالاكيوت تيليجن افلوفيوم دي في الغالب حاجات كلها بتبقى حاجات مؤقته، وفي الغالب العيانه دي مع الوقت هيحصل الهير هيبدا يرجع لطبيعته تاني، تبقى الدنيا كويسه في هير تونكس، فبطمن العيانه واعرف ان البروجنوز ده هيبقى كويس، وانا كمان نوعا ما ببقى مطمن شويه. فكره منتهى البساطه فتره الرضاعه، لو هي كانت حامل فتره الرضاعه دايما اول شهرين ثلاثه من بعد الولاده بيبدا يحصل فيه اكيوت تيليجن افلوفيوم. تمام. او كانت عامله رجيم كتير كده خدتها الحماسه تروح عامله رجيم قاسي جدا جدا اسبوعين ولا ثلاثه مجاعه، ليها بعد شهرين ثلاثه بدا الشعر مجاعة. فبسال على الحته دي سايكيك فاكتور. تمام. ده برضو من الحاجات المهمه اللي بسال عليها. يبقى الكراش دايت، بريجننسي او لاكتيشن، اسف فتره اللاكتيشن اكتر بريجننسي معظم بيبقى في الغالب بالدنيا كويسه. حاجه برضه قوي التروما، اي سايكيك تروما او فيزيكال تروما، عامله عمليه مثلا بتاع جامد جالها دور فيفر جامد، بالهيستوري بقدر اوصل ان السبب ده
ولازم افهم العيانه ان انا مش معنى ان الايفنت ده حصل النهارده مش عارف بكره، لا ده مثلا حصل سايكيك اليمنت او حصل عمليه مثلا او فيفر جامده، تقعد لها عشان ثلاثه بعد كده، وبعد كده بيبدا الشعر يقع، ده اللي بنقول عليه لانه في خلال مده تقل عن 6 شهور. وده مش سؤالنا احنا، سؤالنا ايه؟ كرونيك تيليجن فيوم، بس كان لابد ان احنا يعني ايه تيليجن افلوفيوم، وبعد كده يعني ايه كرونيك تيليجن افلوفيوم. الحاله بتاعت تيليجن افلوفيوم دي بتبقى، وببقى عارف ان العيانه هتطول معايا شويه، ولازم اقول للعيانه كده من اولها كده، طب بنكتب اي حاجه في العلاج الموضوع هيطول، ممكن يقعد 6 شهور، فلازم نطول. النقطه الثانيه المهمه، تبقى لازم طالما ان انت ابدا ادور هذه ولا لا. القصه ان ممكن تكون ايديوباس، ودي بيسموها حتى ساعات ايديوباس كونكت تيليجن فلوفي، مش ليها سبب خالص، بعض الاحوال بيبقى فيه سبب، ففي الحالات دي انا لازم ادور على السبب واحاول اعمل له اكسكلوجن، ما هوش في كل الحالات، لكن ادور على سبب مع العلاج بتاعي هتفرق جدا. في حين ان لو في اندرلاين كوز وانا قاعد ادي حاجات تونكس من بره واعمل بلازما واعمل ده كله، في عندي سبب داخلي العيانه مش هتتحسن. ففي الحالات دي دايما احط في كده 4 حاجات اساسيين، يمكن هنزود عليهم شويه حاجات بس. طبعا كلنا عارفين اللي هو الايرون ديفيشنس انيميا او الانيميا عامه، بعمل العيانه السي بي سي، ده بديهي، وحتى اللي مش جلديه او اي حد دكتور بيعمل الحكايه دي وبعرف. بس الحاجه الثانيه اللي بيخلي بالك من التي اس اتش، مهم جدا جدا ان انا اعمل تي اس اتش، لان الهايبو او بتبدا الامور بتاعتهم او بتبقى من ضمن بتاعتهم، هيبقى في اذر كلينيكال مانيفستيشن هو الهير فولينج. وخلي بالكو يعني في بلاد زي السعوديه والامارات روتين جدا للحالات دي. ولو تفتكروا برضه لما كنا بنتكلم عن الكرونيك ارتكاريا قلنا برضه يعني تي اس اتش داخل في كذا حاجه في امراض كتيره قوي في الجلديه، بيبقى له فاكتور فلازم احطه في دماغي. فهنا العيانه دي هعمل لها ال سي سي، وهعمل السيروم فريتين، وهعمل تي اس اتش ده مهم قوي، وهعمل حاجه لا تكون واحده من حاجات او بدايات اوتيز. واكتر حاجه بخاف منها هو سيستميك ال اي، حتى قبل ما تظهر المالر فراش والاذر مانيفستيشن مع شويه حاجات في الهيستوري بساله كده، بس لازم احط بالنسبه لي كده سكريننج. لو طلع بوست طلع بوست او طلع عالي قوي، لا ابدا بقى اقلق وابدا اشوف وامشي في سكه الايه طلع مطمن شويه. لكن لو طلع عالي قوي خلي بالي من حته الاوتو اميون، بالذات سيستميك ال اي في الفيميل في سن العشرينات، ده ممكن يكون هو كرونيك. بس هقول لك برضه من دي لك لو كان، لكن يعني فور بيرث شويه، لان دلوقتي الفيتامين دي بقى داخل في كل حاجه، وكتير قوي تبعته للمعامل يطلع لك ناقص ما تعرفش ليه. فبرضه حطها بوتم مايند ان السيرم فيتامين دي في الحالات الكرونيك تيلوجين افلوفيا ممكن تتحط معانا كسبب من الاسباب. ممكن نزود معاهم كمان الفيتامين دي ليفل. خلاص انا اسال على دول وهعمل دول قبل ما اعمل اي حاجه، ده مهم جدا جدا. الحاجات دي اعمل لها اكسكلوجن على جنب الاول، بعد كده نبدا نتصرف. تمام؟ طيب عملت كلها نورمال، خلاص يبقى العينه دي كرونيك تيليجن افلوفي ولكنها ايديوباسك من غير سبب. بيختلف خطه العلاج، بتختلف جدا 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 ما بين توبيكال تريتمنت، وما بين استيك مالتي فيتامين، وما بين ان انا اساعد بميز ثيرابي، وما بين ان انا اساعد ب بلاتريتش بلازما بي ار بي اند سو اون. خطط العلاج بتختلف، بس لازم تحط في دماغك ان مش كل عيانه هتستجيب تانية، والاستجابه بتاعت العيان بتقعد فتره طويله شويه، يعني ممكن تقعد شهرين ثلاثه عام يبدا الشعر التساقط يبدا تبقى الامور كويسه. الكلام ده كله مفيش فيه فن قوي، لان هو بيعتمد على المينتنس او الكومبلاينس بتاع العيانه والكومبلاينس بتاع الدكتور، لان هو ساعات دي الدكتور بيزهق والعيانه كمان بيزهق. تمام؟ في الحالات دي اعرف يعني ايه كرونيك تيليجن افلوفيوم، اكسكلود الاندرلاين فاكتورز لو موجوده، بعد كده اعالج.
توبيكال تريتمنت، توبيكال تونكس تمام. في ناس بتدي على فكره برضو المينوكسيدين في الحالات دي، انت توبيكال تونكس ما انتش في حاجه المينوكسيدين طالما ان العيانه ما عندهاش اي في ميلر هير لوس، وبقدم مالتي فيتامينز وممكن تساعد لو انت يعني اوكي موافقه بجلسات البليتريتش بلازما او النيو ثيرابي على الرغم الكونتروفيرسي اللي موجود فيهم، لكن ممكن بيتعمل. بس ده بعد ما كنت اطمنت، ما تجيش العيانه اول ما تجي لك تروح داخل على طول نعمل جلسات. يعني انا بعض الناس بيجي اي عيان بيخش لها هير فولينج تحقن على طول على طول، ليش دعوه بقى الهير فولينج ده في ميل باترن ولا كولاجين فلوفيوم، ليش دعوه ده في اندرلاينج فاكتور، ما تعملش تحاليل، مفيش كلام ده خالص. تدي حاجات وحاجات محتاجه في الحاجات الغاليه قوي 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 وتعمل جلسات. اوكي كلام مش غلط، بس بعد ما استبعد الاسباب الداخليه تمام كده، ما يكونش في اندرلاينج فاكتور ما نحطها في دماغك. ده اللي انا عايز اقوله واعمل ستريس عليه. يمكن وقت تاني او في بوست تاني او كده انا ممكن نبقى نتكلم بالنسبه للتجاريه ايه الحاجات اللي ممكن نعملها، ممكن انا او حد طبعا من زمايلنا الاحسن مني ممكن يتكلم كمان في اللي بستخدمه في البيت روش بلازما ايه اللي ممكن استخدمه. كل الكلام ده ممكن نخش بيه ديل اذا كان يهمني، بس النقطه دي بالذات للناس اللي صغيرين تحطها في دماغك كويس قوي. ماشي كده، ده اول حاجه. السؤال الثاني اللي هو هاو تو ديل وذ كيس. طبعا عارفين انجيوديما دي اللي هي عباره عن سويلنج في الديب ديرمس والسب كوتينيوس تيشو تمام كده، فازوليتيشن حصل ليكج فيها زي الديب كوتينيوس تيشو، بيبقى فيها سويلنج في السوفت تيشو زي الليب والاي ليد وممكن الجينتاليا كمان، وده من الحاجات اللي ممكن بنفهم. جات لنا الحاله بالبرزنتيشن ده انجيوديما، اتعامل معاها ازاي؟ والسؤال ده انا كنت عملته فيديو مفصل من فتره يمكن من سنتين ولا حاجه او يمكن من سنه ونص، هقول لكم ملخصه كده. جات لنا الحاله بانجيوديما، هل هي انجيوديما ولا مش انجيوديما؟ يعني اتاكد من التشخيص بمعنى ايه؟ يعني ممكن كتير قوي يجي لك العيان في ذا ليب لور ليب او الاور ليب وانت عارف سويلنج اوف ذا ليب ده انجيوديما طول وخلاص اتعامل مع هذا الاساس. اتاكد من تشخيص العيان او العيان اساله هل دي بتروح وبتيجي؟ طب بتقعد قد ايه؟ يعني هل هي بتقعد لها يوم ولا حاجه ولا اكتر ولا بقى لها معاك ثابته؟ ان ممكن بمنتهى البساطه سولينج اوف ذا لور ليب يبقى شكل من اشكال الجرانيولومات وتلاقيها فيرم انكونسستنسي وثابته الكورس بتاعها ثابت. فتاكد بس من النقطه دي، ما يعني برضو لو في اللور ليد ما تاخدش ان اللور ليد اي يوم يبقى انجي ديما بتروح وبتيجي ولا لا، سوفت انكونسستنت ولا لا، لان ممكن بمنتهى البساطه يكون في اي باثولوجي ثاني. قال على البس الاونست والكورس بتاع الحاجه دي عامله ازاي، ودي سهله. تاني حاجه اشوف بقى هل انجيوديما دي جاده ولا معاها ارتكاريا. لو هي معاها ارتكاريا بتعامل كانها حال ارتكاريا، واتكلمنا بالتفصيل في فيديو كده على الكرونيك ارتكاريا او الكرونيك سبونتينيوس ارتكاريا بالتفصيل نتعامل معاها ازاي. يبقى هي لو انجيوديما معايا هعملها كاني بعامل حال ارتكاريا. الصعوبه بقى والرخامه لو جت انجيوديما بس لوحدها من غير اي ارتكاريا خالص، وات ايفر السايت في الليب في الاي ليد في الجينتاليا انجي ايديما وات ايفر السايت ولكن ويزاوت ارتكاري، هتبقى صعوبه شويه وبتحس انك تايه شويه. طب اتعامل معاها ازاي؟ حاله زي كده الاول اسال هل في اي هيستوري اوف اي دراج اتاخد في الفتره القصيره دي؟ هل في اكل اتاكل؟ هل في اي فيزيكال ايجنت زي بتاع الفيزيكال ارتكاري كده؟ كولد او 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 هيت او فاكتور من الحاجات الفيزيكال ارتكاريا اللي العيان اتعرض لها، اسال او اسال على انسكت بايت او اسال على اي فود في الفتره اليوم اللي فات على طول قبل وجود الارتكاريا دي، اسف قبل وجود الانجيوديما دي ولا لا. انت ممكن بعض الاكلات اللي زي ما بتعمل ارتكاريا ممكن تعمل انجيوديما تمام، زي ما كنا قلنا بعض الاكلات وات ايفر ايه بالذات المعلبات المحضه، فاسال بس في الهيستوري اذا العيان قدر يفيدك بحاجه زي كده، ان في الغالب ممكن تكون ده السبب. وبتلاقيه حتى يعني يا دوبك في خلال اقصى حاجه اليوم اللي قبلها او قبلها حتى بكذا ساعه. فاسال على الحتت دي، اسال على اي سبايت او اي فيزيكال ايجنت زي بتاع الفيزيكال ارتكاري. طيب فرضا العيان قال لك لا مفيش حاجه تخص، خطوه اللي كده لازم اسال على دراجز. في دراجز لما اجي اسال هسال على ثلاث انواع من دراجز مهمين جدا، النون سترويدال
الاسبرين طبعا بيخش في اي مشكله، في مشاكل دراج انديوس درماتوزيس داخلين في كل حاجه، فاسال عليهم مهم جدا، لان الاسبرين او الاسيد يعني الاسبرين عامه كده بقى فيه انت كده اللي هو بيبقى بيبقى كده انديوز ارتكاري او انجي ديم، اسبرين انديوز ارتكاري او اسبرين انديوز انجي ديم، انت لوحده ترمي لوحده كده. جدا على العيان واخده برضه في اليومين اللي فاتوا ولا لا، او بياخده على طول ولا لا الاسبرين والنون استرويدال. الحاجه اللي بعد كده بعض الحالات الاورال كونتراسبتيف المشكله دي اللي موجود فيها. والحاجه المهمه جدا جدا اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز اللي هو زي كابتوبريل واخواته، ده في منتهى لدرجه ان بيقول لك ان الاس انهبيتورز الكابتوبريل واخواته دون، لو لقيت العيان عنده انجي ديما لوحدها وبياخد كابتوبريل او بياخد واحد من الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، بغض النظر انت متاكد يوقف على طول ويتغير بنوع تاني على طول. فدي خلي بالنا بوتوم مايند. الانهبيتورز على فكره برضه ليها علاقه جدا بحاجات كتيره في الجلديه وبانديوز درماتوزز كتيره قوي، وهنبقى نجمعها برضه انه من اهمها انجيو اديما، بيسموها حتى نون الرجيك انجيو اديما او نون هيستامين نون هيستامين انديوز نون انجي اديما، او ساعات بيسموها برادكاينين انديوز اديما. ليها اسامي كتيره قوي اللي هي ريليتد ل الكابتوبريل او الايس انهبيتور دراج. يبقى مش جت لنا حاله انجي اديما، اول حاجه اتاكد من التشخيص ان هي فعلا انجي اديما بالكورس وال تاني حاجه هشوف معاها ارتكاريا ومعاهاش ارتكاريا. لو معاها ارتكاريا هعملها كارتكاريا زي ما قلنا قبل كده. طب فرضا جاي لوحدها من غير ارتكاريا، اول حاجه على انسكت بايت، على اطعمه او اكل اتاخد في الكام ساعه اللي فاتوا مثل محافظه او تونه او الكلام دون، واسال فيزيكال ارتكاريا او هيت او الكلام ده كله اللي احنا قلناه ممكن يكون في بعض الحالات سبب. الحاجه اللي بعد كده اسال على دراجز مهمه قوي، نون استرويدال واسبرين الكونتراسبتيف بيل او الاستروجين كومبوننت، والاهم خالص خالص اوعى ننساه الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز كابوتين او اخواته من الابريل والكلام ده كله. ده مهم قوي، قلنا لو لقينا حاجه من دول لازم العيان يوقفها في المانجمنت، لازم تاخد الدراجز دي خالص لانها في الغالب بتبقى ليها سبب قوي، وساعات بتبقى عامل مساعد ما تكونش هي السبب الرئيسي، وساعات بتكون هي السبب الاوحد في الموضوع مجرد عام بيتحسن بعد كده. تمام. طيب اللي بعد كده، طيب فرضا مفيش دراج خالص ومفيش اي بقى لا معاه ارتكاريا ولا في اي خالص فيزيكال ولا اكل ولا اي حاجه ولا بياخد دراجز، هنا بقى تبدا دماغي تروح شويه ان العيان هي ايديوباثيك انجيوديما ولا هي هيرديتري انجيوديما. وده الجزء مش كومن قوي ولكنه الاصعب في البروجنوز بتاعه والتعامل معاه اللي هي بنسميها هيرديتري انجيوديما. فهو ده احتمالات دلوقتي، هو العيان انجيوديما ولا ايديوباثيك انجيوديما اللي ممكن تكون ايديوباثيك مفيش فيه اي حاجه. دول اللي اتحطوا في دماغي بعد استبعاد كل ده. تمام. الهيريتي انجي ديما هبدا اشك فيها شويه من الهيستوري بانها مش بتيجي لوحدها، بتيجي معاها شويه ابدومنا البيت. ممكن تيجي شويه معاها حاجات زي فوميتنج، ممكن كمان تلاقي في فاميلي هيستوري، ممكن كمان تلاقي الانس بتاعها ده بادئ من صغير. بتجايد بالنسبه لي شويه ان العيان ده عنده هيريتري انجي ديما، الكلام ده ما بيبقاش موجود في الايديوباثيك قوي. ماشي، دي برضه لعل وعسى. طب انا عايز برضه اتاكد او تو بي شور، لان نفس كده طبعا لا المانجمنت بتاعها والبريكوشن تماما تماما عن الانجي ديما العاديه. تمام. دي اللي بنسموها حتى من الحاجات المشهوره قوي البرادكاينين انديوز انجي ديما الهيرديتور زي ما قلنا في الاس انهبيتور. فسالت انا على الحاجات دي في الهيرديتور وفي الابدومينال بين فوميتنج الكلام ده كله موجود ولا لا، هعمل حاجه بسيط قوي مش هخش في ديتيلز قوي ان الموضوع ده معقد جدا، حاجه اسمها كومبلمنت فور من غير الدخول في ديتيلز باثوجينيسيس، ان الموضوع فيري كومبليكيتد. لو عايزين نبقى نشرح كده زي كده وقت ان شاء الله نشرحه، لكنه معقد جدا. فانا دلوقتي عايزين نقول الحته دي، هنعمل سي 4.
التعامل في المعامل كلها سهل جدا ومش غالي ب 90 جنيه ولا اقل كمان، وده بيديني جايد حلو قوي. لو طلع السي 4 في الغالب بتبقى ايديوباسك، او نوع تالت كده ان العيان بيكون حاجه اسمها تايب 3 هيريتري، مش مهمه الحته دي لازم بالكوا بيها، بس في الغالب العيان ده بيبقى ايديوباسك لو طلع نورمال، ونوعا ما انا بطمن بقى برتاح. لكن المشكله لو طلع قليل، لو طلع قليل دي يبقى في الغالب دي هيريتري انجي اديما. للاسف الشديد بتطلع هيريتري انجي اديما. في حاجات تانية مور سوفيستيكيت انفستيجيشن، مش هخش في التيلز بتاعتها قوي، لكن انا يهمني قوي اعرف حته السي 4 دي، ان ممكن كتير ما يبقى غايبه عليا، ان انا اعمل الكومبلمنت 4 واشوفه. لو طلع نورمال يبقى دي في الغالب الحمد لله دي ايديوباثيك في الغالب كبيره جدا، لان تايب 3 هيريتري دي بتبقى رير قوي. لكن لو طلع قليل دي في الغالب بتبقى هيريتري انجي دي. تمام؟ برضه لو حد سمع الفيديو وقال الموضوع، يبقى في حاجه ثانيه اسمها اكوايرد انجي دي، نتيجه الاوتو اميون ديس اوردر ونتيجه البلازما ديسكرايس والكلام ده كله، دي برضه حاجه ادفانسد شويه. لو طلع نورمال ده في الغالب ايديوباثيك، لكن لو طلع قليل في الغالب دي هيريديتري انجي دي. لو طلع، يبقى احنا وصلنا لمرحله ان هو بقى الكومبلمنت 4 قليل، يبقى دي هيريديتري انجي دي. دي المشكله عندي بقى. ليه المشكله؟ لان دي لا هينفع معاها انتي هيستامينك ولا هينفع معاها اي حاجه خالص. العيان ده لما بتجيب له اتاك ممكن تبقى اتاك فيري سيفير لدرجه ان انا بحوله الطوارئ وبيبدا للاير واي. المشكله فيما بعد عشان اقلل الاتاكس، ان هو بتجيله في اتاكس هيبقى تعامل مختلف تماما خالص، غير عليه بالانتي هيستامينك والكورتيكوسترويد والكلام ده كله. فان انا تلقط العيان ده حتى بس على الاقل انك حطيته في الكاتيجوري ده مختلف معاه خالص. يبقى هنتعامل معاه ازاي؟ هنقف عند الحته دي، بس هنقول بقى من الاول عيان انجي ايديما اشوف هو انجي ايديما ولا لا، اتاكد الاول. تاني حاجه معاه ارتكاريا ولا لا، لو معاها هيبقى كاني ارتكاريا، لو معهاش يبقى ده اسال على الاكل اللي خده او الفيزيكال ايجنت او الاسبايت او اي حاجه خدته. بعد كده اسال على دراجون ترولين والانجيوتنس كونفرتنج انزيم انهبيتورز والاورال كونتراسبتيف او الاورال كونتراسبتيف بيل. ما كانش يبقى انا هشك في حاجتين، كل ده مش ممكن ايديوباثيك او انجي ديما، ابدا اشك فيهم من الهيستوري، ان الهيرديتري بتبقى جايه من سن صغير، في فاميلي هيستوري، في معاها فومتنج ابدومنا ايديوباثيك. لا، الحاجه اللي انا اعملها اعمل كومبلمنت 4، لو طلع نورمال في الغالب ايديوباثيك، لو طلع قليل يبقى دي في الغالب هيرديتري انجي ديما. فرضا في الغالب العلاج في ساعتها في ديورنج الاتاك او في الاتاكس اللي بتبقى جامده، يعني ساعات بتيجي عاديه والعيان بيبقى جاي بس بلغه قديمه وخلاص او اي حاجه من القديمه دي، لكن ممكن يبقى عنده لارنج القديمه ودي في الطوارئ وقصه كده. المهم فيما بعد هو التعامل مع العيان ده. العيان ده لو اتشخص ان هو هيريتري انجي ديما، مهم جدا جدا تخلي بالك من حاجه، انه لازم يمشي بعد كده على حاجات الاتاكس شويه. تمام؟ اشهر الحاجات اللي هو الترند هو الكابرون. الكابرون ممكن من الحاجات اللي ممكن تتاخد، وده المتاح في حاجات تانية على فكره اكسبنسيف، وبتشتغل على تارجت كده في الباث واي، ودي مش متاحه عندنا في مصر. او في ناس بتقول لك ان انا ممكن كل فتره اشوف بلازما. ليه؟ ديتيلز في الباث جينيسيس مش وقتها عشان ما نطولش عليكم، لكن بس انت لو لقيت اصلا الكومبو انت ممكن في الحاله دي تحوله على طول للجامعه، او تحوله لاي حد يكون هاي الريفرنس شويه. العيان ده بيحتاج تعامل خاص، حتى ما بيجي مثلا لو هيجي يعمل اي دنتال بروسيدور او هيجي يعمل اوبريشن لازم يتنقل له بلازما قبل بالك جدا. وساعات بعض الناس بره بيبقى معاه كارت، العيان ده عنده ريتال انجي ديما، اوعى تعمل له حاجه دنتال، لان ساعات التروما نفسها بتنديوز الاتاك يخش سفكيشن ويموت، فلازم قبلها يتنقل له فريش فروز بلازما، او ياخد الكابرون، او لو متاح الحاجات اللي هي الادويه اللي هي الغاليه اللي بتشتغل على الباثوي دون بديها له. تمام؟ انا يهمني الجايد لاينز الكبيره او الاوت لاينز الكبيره بتاع الموضوع في تفاصيل، ويهمني اعرف ان هيرت الانجي ديما دي بيسموها برادكاينين انديوست او برادكاينين ميديتد انجي ديما، ملهاش دعوه، عشان كده الانتي هيستامينك مش تنفع معاها خالص. متفقين على الحته دي؟ طبعا في اي حد بقى قاري الموضوع وعايز يتلسح تحت امركم، بس انا يهمني مع كده يبقى عارف بس ايه الخطوط العريضه، لو جات له الحاله بكره يقدر يتعامل معاها.
يبقى في سكيم في دماغه يقدر يتعامل اي حاله انجيوديما اروح مديها انت استعمال الكورتيكوسترويد ويمشيها. لا يبقى انا عارف انا بتعامل مع الحياه ازاي وبتصرف معاه ازاي، لان انا عندي بتصرف على اساس في حاجات ادفانسد. اه في حاجات ديتيلز انا ما قلتهاش، انا اقصد كده انا بحط اساس وبعد كده ممكن اعمل حاجه ادفانسد، او حد سال سؤال وعنده اسئله مور ادفانسد نجاوب عليه. هو ده الصح، مش هقول كل المعلومات بالديتيلز الكبيره بتاعتها في مكتوبه. ده اللي انا السؤال التاني. اخر سؤال بقى سؤال سهل، اللي هو اعالج ازاي ريزيستنت بلانتر وورد. طبعا ده بتقابل تقريبا يوميا بنشوفها ومعظمكم بقيتوا خبره فيها. يعني خلي بالكم بس من حاجه، بلاش جراحه خالص وبلاش الكتروكوتري ولا ليزر ولا ليزر ابليتيف، بلاش خالص الحاجات دي كلها، مش هتعمل اي حاجه الا ان انت عملت العيان وند محترم والهيلنج بتاعه هيبقى فيري فيري عالي جدا جدا جدا. يبقى ابعد عن الجراحه وابعد عن اي حاجه ديستراكتيف ميثود، يعني اللي هو الالكتروكوتري ولا الليزر. الليزر مش انا عندي بقى الحاجات دي بقى كتير، انا عايز بقى ايه اشيلها ليزر، عشان الليزر ده حاجه سحريه ومش هترجع تاني. ما هو الابليتيف سيتو ليزر هو من اشكال الهيت ثيرابي، او ان هو حاجه بعمل ديستراكشن وانا مش عايز ده، لان الوند بتاعها فيري فيري باد على ما بيحصل له هيلينج، وفي نفس الوقت كمان الريكرنس ريت عالي. ما العيان ده اول لاين خالص، وده اللي مكتوب حتى في الجايد لاينز، بدي حاجات كراتوليتكس وات ايفر انت عايز تدي ايه، يوريا وسلاسلك انكلودين، يوريا وسلاسلك انفازلين، عايز تدي اي حاجه انت بتديها، وكل اسبوع او كل اسبوعين تعمل له كراي ثيرابي اللي هو كايب التبريد. هو ده يمكن الفيرست لاين واحسن لاين واسهل لاين. العيان ما استجابش على كده او مش مكمل على كده. عندك بقى يجي، هو طبعا لاينز كتيره جدا بس انا بقول الحاجات اللي هي مور كومن بتستخدم. ما كانش العيان كده ممكن تبدا بقى تدخل معانا حاجه من حاجات الامينو ثيرابي، زي ما احمد نوفل اتعلمنا منه كلنا الامينو ثيرابي وجرأنا وبدانا نستخدمه، بدا يبقى في كويسه ممكن استخدم الامينو ثيرابي، وده هيبقى ليها مره اتكلم فيها بالديتيلز، ومعظمكم الحمد لله عارف بقى عارف فيها تيلز كويسه تمام. وممكن اكومباين مع هذا الامينو ثيرابي كمان استرتين، وبرضه اتعلمنا الحته دي ان انا اكومباين امينو ثيرابي مع استرتين في العينين دول، دي حاجه برضه من الحاجات الريسبونس كويس اتعلمنا من الريسبونس بتاعها كويس، وزمايلنا حتى بداوا يجربوها وبدانا نستخدمها الحاجات برضه افكتيف جدا. ممكن كمان في الحالات دول بوتم مايند الفايف فيلو راسين من اللاينز كويسه جدا جدا، وانا اشتغلت بيه فتره كان شاح فتره وكان موجود ساعات فتره، كنت فتره قبل ميو ثيرابي حتى ما ابدا اشتغل فيه اشتغلت بيه كان نتيجه حلوه جدا، مشكلته انه فيري فيري بينفول تمام. برضه بدا استخدام الفيتامين دي برضه خلي بالك انه فيري فيري بينفول تمام. فانا الحالات دي لما تيجي الحاله هنبعد عن الجراحه، هنبعد عن اول لاين بدا كراتوليتكس مع كرايو جلسه كل اسبوع لمده 6 جلسات، ممكن اوصل حتى ل 8 جلسات كمان، وده البيست لاين. دايما لما تعمل الكرايو اللي بيشتغل كرايو اعمل شيفنج بسيط، مشط على خفيف، شيل الهايبر كيراتوزس عشان تحسن بالذات العينين دايبيتك. ما كانش ينفع معاها حاجه بقى، ما كانش ينفع معاها ايميو ثيرابي ولا يعني معظم اللاينز بالنسبه لنا بنبقى قلقين. الاستريتين هي كان مش عندها كانت مشكله برضو تقريبا في الليبتس بروفايل، انها كانت دايبيتس كان معاها سكند هايبر ليبيديميا وكانت عاليه قوي. مشينا معاها كراتوليتكس ومشينا معاها كرايو، وكل قبل ما نعمل الكرايو نعمل شيفنج كده، عندنا 8 جلسات وحصل كومبليت. خلي بالكم ان ده لاين مهم ومحترم بس عايز صبر شويه تمام. قلنا حاجه اليمين يسار سواء لوحده او مع استروتين، حاجه في فايف فلوراسيل، رابع حاجه الفيتامين دي انجكشن. خلي بالكم كل لاينز دي يا ريت حط معاها سيستمك. تمام سيستمك زنك من الحاجات كويسه جدا معانا ده كده كلام بسيط كده. لو في اي حاجه ثانيه عرفوني، لو في اي اسئله يا ريت تبعتوا على الجروب واحنا بنجاوب كل خميس زي ما احنا متعودين. الحالات بتاعتكم يا ريت لو في حد عنده اي حالات يبعت. ونقطه بس للتنويه، الحالات بنعمل ابروفل للحالات الا يوم الجمعه، لان ده يوم الجمعه هو ده يوم الحالات بتاعتكم، فما حدش لو حد بعت حاله يوم السبت بنصبر لغايه الجمعه اللي بعدها وبنبدا نشوف الحالات ونعمل لها ابروفل. وخلي بالك اللي بعت حاله زي ما قلنا وكل زمايلنا قال ان اللي بعت تكون صوره نوعا ما تكون كويسه، لو في اي انفستيجيشن لو في اي حاجه تتقال الحاله بحيث نستفيد. يعني في بعض الحاجات بتاعت صوره تكون فيزي مش هستفيد بيها حاجه تمام. منتظرين مشاركاتكم واسئلتكم، ويا رب يكون فيها، وان شاء الله نشوفكم دايما بكل خير، والسلام عليكم.